سنتحدث اليوم عن مرض الزهايمر ونقدم أبرز المعتقدات الشائعة حوله ونصححها. أولاً، يعتقد البعض أن مرض الزهايمر يحدث لكبار السن فقط، لكن هذا المرض قد يحدث في سن 40 أو 50 مثلاً، وأغلب الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق. ثانياً، يظن البعض أن الخرف هو نفسه مرض الزهايمر، وهذا خاطئ، والصحيح هو أن الزهايمر جزء من أعراض الخرف، إذ أنه ليس مرضاً بحد ذاته، لكنه مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تسببها عدة اضطرابات دماغية مختلفة، كضعف الأداء الفكري المتعلق بفقدان الذاكرة وصعوبة النطق وضعف الإدراك. ثالثاً، يعتقد أن مرض الزهايمر لا يسبب الوفاة، لكن الحقيقة تبين أنه السبب السادس للوفاة عالمياً، حيث يموت واحد من كل ثلاثة من كبار السن بهذا المرض. رابعاً، يقال إن هناك بعض العلاجات لمرض الزهايمر، لكن وللأسف فإن المرض الوحيد الذي لا يمكن منعه أو علاجه أو إبطاء حدوثه هو الزهايمر، والموجود فقط هو أدوية تساعد في إدارة أعراضه فقط لا غير. وأخيراً، تداول الأجداد والجدات أن الأواني المصنوعة من الألمنيوم تسبب مرض الزهايمر، وهذا القول من أبرز المعتقدات الخاطئة، حيث كانت هذه النظرية شائعة في الستينات والسبعينات، وكانت تحدد بالأواني أو علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم، لكن لا يوجد دليل علمي أو طبي حقيقي يدعم النظرية أو يثبتها.